expand our counter-terrorism cooperation and in the Sahel and in the Horn of Africa, but also in Nigeria, where we know very well that we have to work together with the French and other member states to defeat the threat of Boko Haram. It seems obviously something not connected directly. يبدو بأنه أمر غير مرتبط بهجمات نيس مباشرة، ولكن وافق كل الوزراء على أنه عمل جماعي يجب القيام به من أجل التصدي لجذور الضربات مؤخرا نيس، ولكن أماكن أخرى في العالم، من الرقة إلى بغداد إلى داكا إلى أماكن أخرى في أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وإذا هو تهديد مشترك لنا جميعا، وهو بحاجة إلى مقاربة جماعية، وستتسنى لنا الفرصة للعمل على هذا بشكل محدد وعلى محاربة وتنظيم محاربة تنظيم الدولة في اجتماع واشنطن يوم الخميس في واشنطن. أولئك الذين كانوا موجودين في هذا الصباح مع وزير الخارجية كيري سمعونا نتحدث عن هذا الموضوع فيما يتعلق بتركيا. رأيتم القرارات التي تم تبنيها، لن أمضي وقتا كثيرا على هذا. لقد سمعتم ملاحظاتي هذا الصباح، وربما قرأتم أيضا البيان الختامي الذي عبر عن وحدة 28 دولة في إدانة محاولة الانقلاب في تركيا، وأيضا أكد على أننا ندعو النظام إلى النظام في تركيا وتطبيق حكم القانون والدستور. وأنا أشعر بالحزن الذي سمعته في تركيا بالساعات المؤخرة بأن هنالك خطر وعلى استقرار المنطقة كلها. أيضا المجلس يعمل على ثلاث مواضيع إضافية سأشارككم معها بسرعة. لقد ناقشت مع وزراء الخارجية على الاستراتيجية العالمية التي قدمناها للمجلس الأوروبي في نهاية يونيو، وكان هنالك طبعا تعقيب على الاستراتيجية، وقد اتفقنا على أن يكون هنالك متابعة محددة لقطاعات مختلفة، بالتأكيد الأمن والدفاع، حيث سوف أكون أيضا منخرطة مع وزراء الدفاع في سبتمبر، وأيضا فيما يتعلق ب وسوف نبدأ التطبيق الاستراتيجية العالمية في نهاية سبتمبر. هناك الكثير من القضايا التي ناقشناها في المجلس، من محاربة الإرهاب إلى الهجرة إلى إدارة الأزمات. كما أجرينا نقاشا حول الصين بعد قمة الأوروبية الصينية، كنتما في الأسبوع الماضي، وقد تبنينا نتائج وتبنينا أول استراتيجية أوروبية صينية بعد 10 أعوام. وطبعا شهد العالم تغير كبير في 10 أعوام، وربما تسنت لكم فرصة لقراءة نتائج العمل المجلس الأوروبي الصيني. وأيضا تحدثنا عن أمريكا اللاتينية، وطبعا مع الأوضاع التي تواجهها اليوم في الاتحاد الأوروبي وحوله، يبدو من الصعوبة أو من الغريب أن نتحدث عن أمريكا الجنوبية وبشكل خاص فنزويلا وكوبا. ودعوني أقول بأنه من الأهمية بمكان على مجلس وزراء الخارجية أن يبقي على دول عمال الأخبار الإيجابية التي سمعناها من بعض هذه الدول، وأمريكا اللاتينية هي من القارات التي عملنا معها بشكل مكثف مؤخراً.